بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في المحاضرة الأولى لموضوع هندسة السطوح لطلبة الصف الرابع لكل من هندسة المواد العام وهندسة المواد السيراميكية ومواد البناء، واللي تعد معطات وفق النظام الإلكتروني، وحبيت هنا أشوفكم بعض السلايدات المهمة وأعيد الشرح عليها لمن فاتته هذه المحاضرة. كمقدمة عامة عن موضوع السيرفيس انجينيرينج، سألنا سؤال مهم جدا: لماذا سندرس سيرفيس انجينيرينج، ولماذا على مهندس المواد بشكل عام أن يكون ضليع لموضوع سيرفيس انجينيرينج أو سيرفيس انجينيرينج اند تكنولوجي؟ وجاوبنا على هذا السؤال حقيقة بمفهوم عام، أنه دائما بما أنه الفشل يبتدئ في كل الأحوال من السطح الخارجي لكل المواد، بغض النظر عن نوع هذا الفشل، سواء كان ميكانيكي أو كيميائي أو فيزيائي أو غيرها من التفاصيل، راح يبتدي من السطح الخارجي للماتيريال. وبهذا فإنه كلما كان السطح قوي وكان السطح مقاوم وكان السطح ستيبل وكان السطح مقاوم لكل الظروف البيئية والخارجية، سوف نحصل على مادة بالتأكيد ذات استخدامات واسعة ومواد مقاومة لكل أنواع الظروف المحيطة بواسطة تقوية هذه السطوح. لذلك إجابة على السؤال الثاني هنا، أنه لماذا هندسة السطوح مهمة أو لماذا نحن مهتمون بهندسة السطوح؟ الحقيقة يعد السطح هو سمينا الفيرست جارد أو الحارس الشخصي الأول لكل أنواع الماتيريال، لذلك بتقويته وبكل ما كان مقاوم كل ما كان حماية أو يعطي حماية دائمة أو على مدى طويل لهذه المادة. أيضا جاوبنا على السؤال الثالث أو عفوا الثاني هنا، أنه شنو اللي راح ندرسه خلال الفصل الدراسي الأول والفصل الدراسي الثاني. حقيقة كمهتمين بهندسة السطوح أو كرؤية عامة لهندسة السطوح، راح نركز على العمليات التصنيعية الخاصة بهندسة السطوح، بمعنى أنه إحنا راح نأخذ الموضوع كبروسيسنج بشكل عام، وأيضا ندخل في فلسفة هندسة السطوح وعلاقتها بهندسة المواد، ولماذا سنراجع كل تفاصيل هندسة المواد بواسطة هندسة السطوح باعتبارهم يعني علمين خلينا نقول متناظرين سويا، فواحد يكمل الآخر. لذلك راح تلاحظ كثير من المعلومات جاوبت عليها حقيقة بالمحاضرة، مشكورين، وكثير من التفاصيل اللي ممكن أنه تسأل نفسك عنها، ودائما راح نجيب على التساؤل لماذا، لماذا يحدث ذلك؟ بسبب يعني هندسة السطوح وكل التفاصيل اللي تخلينا نوعا ما ملمين بموضوع هندسة المواد وهندسة السطوح. الإجابة على السؤال اللي بعده، الهدف الأساسي لهذه المحاضرات أو الفاينل جول مالتنا راح يكون مثل ما أشرنا إلى الإلمام بمبادئ هندسة السطوح، وراح تشوف بعد ما أتخلص الفصل الدراسي الأول إن شاء الله ونبتدي بالفصل الدراسي الثاني، وبعد نهاية الفصل الدراسي الثاني راح تشوف المعلومات اللي عندك جدا مفيدة وجدا عملية في توضيح بعض الأفكار اللي يمكن كانت تشوب عندك وما ممكن الوصول إلها. مبدئيا جاوبنا السؤال كالتالي، قلنا لا يوجد برودكت بشكل عام لا يمر بمرحلة هندسة السطوح من أبواب كثيرة، أهمها الديكوريشن أو مبدأ الديكور، بمعنى أن المنتج ما أقدر أسوقه إلى السوق المحلية بدون أنه يكون سطح الخارجي ملائم ويجذب النظر وممكن أنه يحصل لي ماركتينج جيد، إضافة إلى مبدأ القوة العامة أو مبدأ السطح المقاوم، وهذا نشوفه في تطبيقات كثيرة حاليا، على سبيل المثال هاتفنا الجوال، حاسبتنا الإلكترونية، كل المنتجات اللي نقبل عليها بالسوق المحلية
أول ما يجذبنا هو النظر أو مدى متانة هذه السطوح أو مدى متانة الماتيريال، إضافة إلى الجمالية الخارجية أو مبدأ الديكوريشن العام في هذا الموضوع. لذلك إحنا راح نركز على البروسيسنج الخاصة بإنتاج هذه المواد كهندسة سطوح وليس كبروسيسنج أخذتوها في موضوع هندسة التصنيع أو طرق التصنيع وغيرها من التفاصيل. راح تشوف قد تمر علينا بعض الطرق اللي ماخذيها، ولكن احنا ناخذها من مبدأ تقوية السطح الخارجي او معالجة السطح الخارجي وغيرها من التفاصيل. السؤال اللي بعده واللي دا نذكر به انه شنو اهمية او انه شنو اللي احنا مسؤولين عنه كمهندسي مواد مقبلين او متابعين او ان شاء الله بعد تخرجنا راح نكون احنا مسؤولين عن ماذا، بالإضافة إلى مسؤوليتنا عن اختيار المواد الصحيحة لتطبيقات محددة. أنا راح أكون مسؤول أيضا فيما يخص هذا الدرس، راح أكون مسؤول عن السطح الخارجي مدى ملائمته للطبيعة لطبيعة الاستخدام اللي راح تكون بها هذه الماتيريال، وإضافة إلى ذلك مدى ملائمته أيضا للنظر والماركتينج. فراح أدخل بتفاصيل كبيرة وكثيرة راح أكون ملم بها، ليش اختاريت هذه الطريقة على حساب الطريقة الأخرى. راح تدخل بها تفاصيل كثيرة، منها نوعية المادة، استخدام المادة، قوة هذه المادة، ملائمتها أصلا، هل المادة أصلا رخيصة أم غالية أم غيرها من التفاصيل، وتفاصيل أخرى تنطينا إلمام معين بهندسة المواد. في أي حال من الأحوال مسؤوليتنا راح تكون في اختيار بالإضافة إلى اختيار المادة للتطبيق المحدد مثل ما أنتم تعرفون هذا هو واجبكم كمهندسين، وتشخيص الفشل الحاصل بالماتيريال. راح أكون أنا مسؤول عن اختيار الطريقة الملائمة لإنتاج سطح ذو مواصفات مطلوبة. ما هي السؤال اللي بعده أو أسألكم بصورة عامة، شنو هي طريقة النجاح في هذا الموضوع؟ طريقة النجاح هي الإلمام والإدراك للتفاصيل اللي نأخذها. أنا أحب أنه يكون أثناء المحاضرة تسجيل بعض الملاحظات، مو كل الملاحظات راح تكون مذكورة ولا كلها تعتمد على التكست الموجود في الدرس. راح يتضمن الدرس كثير من الملاحظات المطلوب من عندك أنه تسجلها أو تسوي لها عملية ريكوردينج في سبيل استذكارها باللحظة المناسبة للإجابة على الأسئلة اللاحقة للمواضيع المختلفة. كان عندنا سؤال أيضا أخير فيما يخص المقدمة، هل سنغطي كافة يعني زوايا أو جوانب هدفنا الرئيسي أو تطلعاتنا؟ وذكرت إحدى زميلاتكم جواب لهذا السؤال، قالت بالتأكيد لا. السبب في ذلك أيضا ذكروا بعض الطلبة مشكورين، قالوا لأنه هذه العملية بتطور دائم، كما هو العالم في تطور دائم فهندسة السطوح في تطور دائم، لذلك أنا ما ممكن ألم بكل القضايا التفصيلية اللي تصير في أيامنا الحاضرة والمستقبل، لأنه العملية أنا قد ما ألم بمعلومات أكو عملية تطور نوعي وسريع تحدث على مستوى العالم، وهذا يؤدي إلى أنه هذا العلم أو علم السيرفس انجينيرينج يتطور أيضا بنفس الوقت وبصورة متوازية مع تطور باقي العلوم. لذلك أنا ما ممكن ألم، ولكن أنا مسؤوليتي أكون مسؤول عن البرنسبلز وأكون مسؤول عن الكونسبتس، بمعنى أنا مسؤول عن الأساسيات وأيضا الشغلات اللي تفيدني في تطوير أفكاري فيما يخص هذا الموضوع. لو ننتقل إلى السلايد البعدة، هو ذكرنا أنه أنا دائما أستخدم مبدأ الصور لاستعراض المعلومات المطلوب توفرها. لو نشوف إحنا إجابتنا على السؤال الأول كمقدمة، why we are interested in surface technology، لماذا نحن مهتمين أو لماذا مهم درس السيرفس انجينيرينج، وأخذنا فيما يخص هذا الموضوع ثلاث صور مختلفة وشرحناها إذا تتذكرون. الصورة الأولى كدلالة على الاستخدامات الميكانيكية اللي تتضمن في كثير من التفاصيل حياتنا اليومية، على سبيل المثال أجزاء السيارة، أجزاء الطائرة، أجزاء القطار،
كأوتومبيلز وتفاصيل كثيرة جدا جدا لا يسعنا ذكرها، ولكن أنا هدفي من هذه الصورة هو توضيح أن هناك آليات ميكانيكية كثيرة، وشرحنا أيضا عن الصورة قلنا ماذا تعني هذه الميكانيكيات. تعني وجود بالضرورة سطوح ذات مقاومة للوير ريزيستنس، أول شيء أفكر به أنا كمهندس مواد، بما أنه عندي نقل للحركة، بما أنه عندي احتكاك عالي بين هذه القطع، إذن يجب أن يكون السطح مالتي إذا أنطي وارنتي عالي، إذا أنطي ديورابيليتي عالي، راح أفكر في أن يكون السطح مقاوم للوير حتى يستمر عندي تعشيق هذه السطوح بصورة منتظمة لمسافات ولمدة طويلة جدا. لذلك أنا شلون أجي أخلق الفكرة مالتي؟ أخلق الفكرة مالتي دائما بهندسة السطوح بواسطة استخدام الطريقة الملائمة لإعطاء هذا النوع من أنواع السطح. وقلنا هنا أنا أول شيء أفكر به هو مثل ما ذكرنا هو مقاومة البلا الميكانيكي ومقاومة البلا بشكل عام. فلذلك ذكرنا ملاحظة قلنا أول شيء أفكر به هو زيادة شنو؟ الصلادة. الصلادة هي هنا أنا راح تلعب عندي الدور الأساسي في هذه المنتجات، لأنه الصلادة بالتأكيد مع زيادة الصلادة بصورة عامة تزداد عندي الوير ريزيستنس بصورة مطلقة، ويعني العلاقة بيناتهم هي علاقة طردية، كلما زادت الصلادة زادت مقاومة البلاء الميكانيكي. لذلك هذه الميزة دائما أخليها في بالي، وكثير من الطرق اللي راح ناخذها راح تؤدي بالتالي إلى زيادة في صلادة السطح الخارجي. بالتالي أنا هدفي الأساسي هو البلا والاحتكاك وغيرها من الأساليب اللي تجري على السطح أو أنواع الفشل اللي تجري على السطح أقاومها. بالنسبة لو أجي للصورة الثانية بصورة مختصرة، أشوف دلالة السكين وأيضا هذه القطعة اللي قلنا أنه هي قطعة خاصة ب يعني السشوار أو ما يدعى بالتفاصيل الأخرى اللي تخص يعني الاستخدامات المنزلية. ألاحظ هنا الصورة أو تنطيني فد إنديكيشن أو أصل من هذه الصورة إلى الاستخدامات المنزلية المختلفة بغض النظر عنها، فكانت هذه القطعتين هي دلالة على الاستخدام المنزلي أو استخدام الإنسان بصورة فعالة، ملعقة، سكين، شوكة، ماعون إلى آخره، قدر طبخ، وذكرنا كثير من الأمثلة. وقلنا ليش مهمة هنا هندسة السطوح؟ لأنه تنطيني أفكر بالاستيبلتي اللي موجودة بالسطح الخارجي ومنع التآكل ومنع الأكسدة ومنع التحلل بصورة عامة. لذلك هندسة السطوح هنا راح تلعب عندي دور أساسي في إعطاء يعني مقاومة عالية للسطوح، وتنطيها أيضا قابلية على ما دعيناه في وقتها بالاستقرارية الكيميائية العالية للماتيريال. هاي الاستقرارية العالية راح تمنع هذه المواد من التآكل والبلا وغيرها من التفاصيل اللي قد تأثر على صحة الإنسان بصورة عامة. ضربنا مثل على ذلك باعتبار السكين موجودة بالصورة، قلنا أصبحت السكاكين والمقلايات وغيرها والملاعق وغيرها من التفاصيل، الطاوات وكلها أصبحت تطلع بمواد سيراميكية على السطح الخارجي. السطح الداخلي يكون من الفولاذ والسطح الخارجي يكون مطلي بالسيراميك أو المواد السيراميكية، وذكرنا كثير من التفاصيل فيما يخص هذا الموضوع. واحدة من أهم التفاصيل هي أنه تمنع الخدش مثل ما أنتم تعرفون، ما يلتصق بها الطعام، وأيضا تكون ذات صلادة عالية جدا للقطع وغيرها باعتبار أني أستخدم مواد سيراميكية، إضافة إلى تفاصيل أخرى قلت مقاومة للحرارة، وأصبحت أكثر يعني حياة هذه المنتجات أطول وبإمكان استخدامها لمدد طويلة جدا. بالنسبة للصورة الثالثة أنا أريد أنطي فد ملاحظة مهمة جدا، أنه في الوقت الحاضر أصبحت عمليات استبدال المفاصل، عمليات استبدال مثل ما تلاحظون هنا الأسنان وهذا الكرون وغيرها من التفاصيل،
قطع في داخل الجسم وقطع مدعمة أو مدعمة لكل تفاصيل الجسم مثل ما تلاحظون هنا، سواء كانت في الوجه أو في بقية أجزاء الجسم. سبب التطور الهائل اللي يصير في هذا الموضوع هو موضوع يعني بايو ماتيريالز، لكن واحدة من أهم أسباب التطور الحاصل في هذا الموضوع هو الموضوع متعلق بالسيرفس انجينيرينج أو هندسة السطوح. وذكرنا مثل سابق في هذا الموضوع، كنا أنه قبل كانت الأشياء أو القطع اللي داخل الجسم على سبيل المثال الأسنان أو قطع العظام وغيرها تستبدل بمواد غالية جدا كالذهب البلاتين غيرها. أولا تم يعني مانع للتآكل، مانع للأكسدة، مانع للتحلل، لكن تشوف أنه أثمانها كانت جدا غالية، لذلك عمليات الاستبدال كانت مكلفة جدا. في الوقت الراهن أصبحت هذه المواد رخيصة بواسطة هندسة السطوح أو العمليات الجراحية اللي تتضمن استبدال أي قطعة من قطع المفاصل وغيرهم للتفاصيل في داخل الجسم، أصبحت رخيصة الثمن مقارنة بقبل أو بالتاريخ القريب اللي كان تستخدم به المواد كبلك. دليل كلامنا لهذا الموضوع لو تلاحظ أنه بدأت تستخدم خلطات من مواد كومبوزيت ماتيريال، من مواد سيراميكية، من مواد بوليمرية لغرض طلاء فقط السطح الخارجي لهذه المفاصل أو الأسنان وغيرها. ولو تلاحظ أنه كثير من أطباء الأسنان في الوقت الحاضر يبحثون عن المواد السيراميكية المتقدمة لغرض طلاء الأسنان بها. السبب أنه يبقى السن محافظ على رونقة وصلابته العالية أو عفوا صلابته العالية للطحن وغيرها من التفاصيل، إضافة إلى بقية أجزاء العظام أيضا بها هذه الميزة. والميزة الأخرى أنه راح ننطيها بواسطة تدعيم بهندسة السطوح، راح ننطيها مدة طويلة جدا للعمل، فينطيك ضمان بعدم استبدال هذا المفصل أو عدم استبدال السن يعني لمدة تتراوح أكثر من 10 سنوات وغيرها من التفاصيل وغيرها أيضا من المدد. السبب هو حقيقة هندسة السطوح وما تطورت به هذه الفقرة من البايو ماتيريالز. لو ننتقل أيضا كإجابة على هذا الموضوع، بدينا في موضوع آخر من خلال هذه الصور، وخصوصا الصورة الموجودة في الوسط هنا. قلنا هذا منتج واحد اللي على هذه الجهة ألاحظ مدى نظافته ورونقة العالي وجذبة للنظر، ولكن هو بالأساس كان في للنصف الثاني كان عبارة عن مادة خردة أو سكراب مثل ما نقول إحنا، مليئة بالرست ومليئة بالدست ومليئة بالأتربة وكل أنواع السكيلز الموجودة أو الديرتس الموجودة في الطبيعة. شو ينطيني دليل هذه الصورة؟ هذه الصورة تنطيني دليل على وجود عملية مثل ما سميتوها ريسايكلينج. أصبحت عملية الريسايكلينج عملية جدا مهمة بهذا الموضوع. السبب الحقيقي يكمن في معالجة السطح بالكامل بواسطة طرق مختلفة، كأن تكون ميكانيكية أو كيميائية أو كيميائية ميكانيكية. الهدف النهائي من عدها هو الحصول على أو إعادة استخدام الماتيريال بواسطة معالجة السطح الخارجي فقط إلى، بمعنى أنه أنا لو يعني أعيد بذاكرتي هذه القطعة كانت أكيد تشتغل في سيارة معينة، بدلا ما أجيب هذه القطعة وأكسرها أو أطحنها أو أصهرها من جديد وأعيد البرودكت، وهذا كله عبارة عن كلفة وكثير من التفاصيل اللي حقيقة الكوست مالتها راح يكون جدا عالي. جيت بواسطة هندسة السطوح عالجت هذا السطح وأنتج لي سطح مشابه بالأبعاد إلى السطح إلى القطعة الخارجية، مشابه للقطعة القديمة من ناحية التفاصيل كلها، تلاحظون الثقوب وغيرها وغيرها، ولكن معالج بالكامل وبإمكان إعادة استخدامه في مركبات أخرى،
في برودكت آخر، في تفاصيل أخرى. بعضهم تلاحظون بعض البرامج يعتمد على إحياء السيارات القديمة من السكراش، من السكراب، يجي ينتجها من جديد ويعيدها إلى الخدمة، وكثير من البرامج تتعلق بهذا الموضوع. هنا أنا عندي بواسطة هندسة السطوح، أو كمثل بسيط لهندسة السطوح، هو هذا الشيء، أنه عيد التصنيع راح يقلل لي الكلفة، راح يقلل لي التلوث، راح يقلل لي كثير من التفاصيل اللي ممكن أني أذكرها في السلايدات الأخرى. أيضا أريد أنطيك دليل على مدى أهمية الديكوريشن. أصبحنا كثير من البرودكتس نشوفها داخل السوق أو استخدامها، مواد قطع وغيرها من التفاصيل، ويلز، جيرز، غيرها من التفاصيل، شفتات، يعني مختلف التفاصيل، لكن هذه يعني صورة عامة تنطيني برودكت. أشوف أولاً منظرها شقد يكون جاذب للنظر، الشيء الثاني تنطيني دلالة دائماً على قوتها ومتانتها وبإمكان استخدامها في مختلف التطبيقات، صغيرة كانت أم كبيرة، باستخدام هندسة السطوح. هنا نردنا نوضح أنه هندسة السطوح مثل ما راح ناخذها هي ليست فقط لمعالجة السطح، وإنما أصبحت هي بروسيس متكاملة لإنتاج مواد نانوية ومواد بالنانو ستراكتشرد، يعني برودكت أو نانو سكيل برودكت مثل ما تلاحظون هنا في هذه الصور، وثم تجمع هذه المواد وتكبس، وقد تصير لها عمليات باودر تكنولوجي، أعتقد مار عليكم تفاصيله، لإنتاج مواد أكبر. بمعنى أنا بواسطة هندسة السطوح أنا راح أحصل على ماتيريالز بسكيل جدا ناعم، بسكيل نانوي قد يوصل إلى النانو، وثم أجي أجمعها لإنتاج مواد مختلفة مثل الفلاتر وكثير من التفاصيل الأخرى اللي هي على سبيل المثال الويفر أو ما يدعى بالعلم الحديث بالويفرات. هذه كلها تنتج بواسطة بإمكان هندسة السطوح إنتاجها، لأنه الطرق التقليدية الحديثة ما ممكن أنه تنتج لي هذه المواد بالدقة اللي أحتاجها في التفاصيل الداخلية للماتيريال وليس فقط في الخارجي. لو تلاحظون هنا أنه السطح الخارجي يكون جدا لطيف وجذاب، ولكن أيضا أنا أقدر أتحكم بالسطوح الداخلية أو أتحكم بالمواد المنتجة لهذه القطع باستخدام هندسة السطوح. كمثال عام أخذنا أو أشرنا له، وهذا أيضا موجود بالإنترنت بإمكانكم التدقيق فيما يخصه. المثل يقول في بريطانيا لوحدها سنة 2005 بحدود 21.3 بليون باوند، هذا الرقم استخدم ل برودكتس يعني لبرودكتس خاص بواسطة هندسة السطوح أو عولجت بالكوتينجز بهندسة السطوح، مقارنة بالسنوات السابقة وغيرها من التفاصيل. وهذا ينطيني دليل على أنه دول العالم المتقدمة أصبحت ترصد كثير من ميزانياتها لمعالجة البرودكتس بدلا من إعادة تصنيعها وغيرها من التفاصيل. السبب الحقيقي وراءها يضمن إلى أنه دول العالم أصبحت تهتم أكثر بمواضيع مختلفة. أولا هذا دليل على التلوث العالي اللي يحدث الإنسان في الوقت الحاضر بالطبيعة، وبدلا عنه أو المهم أنه أنا أفكر شلون أحمي البيئة مالتي لهذا الجيل والأجيال اللاحقة. لذلك هندسة السطوح تعد واحدة من أهم الطرق أو أهم العلوم الحديثة، مو لأنه إحنا نأخذها أبدا على الأطلاق، بل هو فعلا أنه تلاحظ بمجرد أنه أنا حميت السطح بطريقة معتدلة وقليلة التلوث على البيئة وما سويت عملية إعادة تصنيع، بمعنى ما استخدمت حرارة، بمعنى ما استخدمت طاقة كبيرة، هذا كله يؤدي إلى المحافظة على الريسورسز الموجودة بالطبيعة أو بالكرة الأرضية، وأقلل أيضا التلوث
في هذا الموضوع. إضافة إلى كل هذا، أصبحت هندسة السطوح هندسة أساسية في يعني لإنتاج برودكتس ذات دقة عالية وكفاءة جدا كبيرة. خير مثال على ذلك الهاتف المحمول وكثير من التفاصيل مثل ما نلاحظ هنا الكاميرا وغيرها من التفاصيل. لو نسأل نفسنا سؤال منطقي أنه كيف أصبح هذا الهاتف أو هذه الكاميرا أو هذا اللابتوب أو هذا التابلت بهذه الكفاءة وأصبح كل شيء به أو بإمكان الوصول إلى كل هذه التطبيقات وبالإمكان الكتابة به وبإمكان يعني الاتصال وغيرها من التفاصيل، تطبيقات على قدم وساق. السبب الحقيقي أو واحد من أهم الأسباب هو تطور الماتيريالز أو التطور النوعي والكمي بالماتيريالز. أصبحت كل دول العالم تعتمد على ما موجود عندها من الريسورسز لإعادة تصنيعها وإعادة تصنيعها بطريقة محترفة بحيث تحملها الكفاءة المطلوبة لهذا الموضوع. فقط مقدمة للفصل الدراسي الثاني، احنا راح كل اللي راح ناخذه بالفصل الدراسي الأول هو متعلق بهندسة السطوح بالطرق الكونفنشنال أو الطرق التقليدية، أما في الفصل الدراسي الثاني فراح ندخل على الطرق النون كونفنشنال أو ما تدعى بال يعني هنا لو تلاحظون يسموها PISE Techniques كدلالة البلازما أند أيون بيزد سيرفيس إنجينيرينج. راح ندخل بموضوع البلازما، بموضوع الليزر، بموضوع كل هذه الطرق البي في دي والسي بي دي وغيرها من التفاصيل اللي تنطيني هندسة السطوح متقدمة، راح ناخذها بالفصل الدراسي الثاني، لكن لا بأس ان ننوه لها من الفصل الدراسي الاول. وهاي واحدة من واحدة من التكنيكس، يعني هو جزء عفوا مو واحدة وانما جزء من التكنيكس المتطورة جدا اللي تعتمد على نقل البلازما ونقل التكنولوجيا بحيث أصبحنا نشوف هواتف محمولة يعني احترافية، برودكتس احترافية، طابعات ولابتوبس وكاميرات وغيرها من التفاصيل أصبحت كلها بواسطة هذه التقنيات وكلها متعلقة أو جزء أساسي من عدها من هذه العلوم هو متعلق بالسيرفيس انجينيرينج أو هاو تو برودكت سيرفيسز. كنهاية لهذه المقدمة، دائما أنا أذكر طلبتنا ودائما أشوفهم هذه الصور المهمة اللي هي يعني بفهمهم لمبدأ هندسة السطوح وكيفية التعامل مع السطوح بغض النظر عن الماتيريالز وتقليل أو يسوي ريدكشن للتوكسيسيتي وريدكشن للبوليوشن وغيرها. هذا يؤدي بالنتيجة إلى المحافظة على الريسورسز مثل ما قلنا، المحافظة على بيئتنا، المحافظة على ديمومة الحياة وأسلوب حياة نظيف ومتطور. لذلك أصبحت هندسة السطوح تتعلق بكل هذه المفاصل، وهذه بعض الصور اللي دائما نشوفها إحنا في تقارير، في نشرات إخبارية وفي يعني كثير من المفاصل اللي تنطينا علم أنه هذه المنطقة أو هذه السيارة تقلل التلوث أو هذا البيت يعني يستخدم مواد نظيفة وغيرها من التفاصيل. هذه كلها أدلة على آلية استخدام الطرق الحديثة وخصوصا PISE اللي هي تنتج لي مثل ما قلنا مواد بكلفة قليلة جدا وبسطوح يعني ذات كفاءة عالية جدا تخدم حياتنا اليومية ودائما العالم باتجاهها. المواضيع حديثة وكثيرة من sustainability وغيرها، الديمومة وديمومة المواد وديمومة الحياة وغيرها من التفاصيل كلها متعلقة بواسطة الهندسة. في المحاضرة اللي بعدها أخذتوها أنتوا إن شاء الله بالتفاصيل أو أرسلتها بالتفاصيل، لكن لا بأس من الاستذكار هنا. أنا اللي يهمني من كل هذا بدقائق قليلة حتى لا أسبب لكم يعني في نوع من تراكم المعلومات. اللي يهمني من هذا الموضوع أنه تنظر إلى سيرفيس انجينيرينج بجوانب مهمة،
راح ندخل بتفاصيل ما يدعى بالpreparation أو pre-treatments اللي هي تسبق أو العمليات السابقة لهندسة السطوح سابقة للمين تريتمنت، وأيضا المين تريتمنت اللي هي العمليات الأساسية اللي تجري على القطعة، وثم ننتقل إلى البوست تريتمنت اللي هي العمليات اللاحقة على القطع المنتجة. عادة ما تكون هناك تداخل بين البري تريتمنت مين تريتمنت والبوست تريتمنت. في بعض الأحيان نحتاج ببري تريتمنت بسيط معالجة السطح بدون الذهاب إلى المين تريتمنت والبوست تريتمنت. مرات لا، كل البروسيجر يتضمن هاي الثلاث عمليات. واحدة يعني شرحت بمحاضرة تفصيلية لكم، لكن مجرد للاستذكار، خاف بعض الطلبة يسألون أنه وين راحت هذه السلايدات. هنا أنا أريد أوضح أنه الـ Surface Preparation أو Surface أو Pre-Treatment بشكل عام نسميها تتضمن تقريبا ثلاث عناصر أساسية اللي هي المعالجة الكيميائية، المعالجة الميكانيكية، والمعالجة الخليط أو المعالجة بالمواد المنظفة. أخذت تفاصيلها مثل ما أذكرت بالمحاضرة الأخرى، ولكن لا بأس من المرور عليها هنا. إضافة إلى كل هذا، راح أنا دائما أقسم الماتيريالز أو السيرفيس إنجينيرينج وفق عدة يعني أوبشنات عندي. واحدة من عدهن استذكرتها اللي هي العمليات الابتدائية، العمليات الأساسية، والعمليات اللاحقة. أيضا ممكن أنه نقسمها على أساس أنه المين تريتمنت ممكن تقسم إلى تريتمنت اللي هي تتضمن كوتينج أو النون كوتينج أو النون كوتيد برودكتس، يعني بمعنى استخدام الطلاء أو عدم استخدام الطلاء. وذكرنا أمثلة على عدم استخدام الطلاء على سبيل المثال مثل الهيت تريتمنت، تعاد كلها هي هندسة السطوح أو أنا دا عالج السطح بيها مثل التصليد وغيرها وغيرها من التفاصيل. هاي ما تتضمن كوتينجز، لكن من أجي أقول كربنة أو أجي أقول نتردة، هاي تتضمن كوتينجز وتتضمن أيضا تريتمنت. فلذلك ممكن أنا أقسم أنه هل العملية تريتمنت أم هل عملية كوتينج. هاي بعض الأسئلة اللي تدور دائما في ذهني واللي أسهل بيها الطلبة. السبب أنه أريد أخليك ضليع في موضوع البرنسبلز، أو أنه أنت شلون تجي تطبق البرنسبلز أو الكونسبت اللي تعلمتها على العملية. إضافة إلى تقسيمات أخرى على سبيل المثال مثل أقول هذه العملية هي لإضافة طبقة على السطح الخارجي، أو أقول لمعالجة السطح كيميائيا، أو لمعالجة السطح ميتالورجيا. أيضا ممكن يعني نقسمها هذا التقسيم أو غيرها من التقسيمات اللي قد نمر عليها بصورة عامة. وهذه بقية السلايدات اللي شرحت لكم بيها عن أنواع الديرتس. مثل ما قلنا قد يتضمن أتربة، قد تتضمن سكيلز، قد تتضمن جريس أو أويل أو غيرها من التفاصيل. هذه دائما 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 نحاول أنه نزيلها من السطح قبل الشروع بعملية المين تريتمنت. السبب مثل ما ذكرتوا أو ذكروا لي بعض الطلبة أنه هم متعلمين دائما أنه ينظف القطعة، السبب حتى يكون عندي الالتصاق أو الانتشار بصورة فعالة أكثر بين السطحين، أو من أجي أني أستخدم القطعة مالتي راح تكون عندي يعني بأعلى مستوى من النظافة والترتيب ومثل ما نقول سطح مستوي وغيرها، حتى كل الكوتينج يوصلها أو على يوصل على كل القطعة مالتي وما يترك جزء ويترسب على جزء واحد. وإضافة إلى ذلك يكون عندي الالتصاق أو الانتشار بأعلى مستوى حتى لا يكون عندي طبقة مانعة أو عازلة لهذا وشرحت هنا أنواع، وأيضا مرينا هنا على أنواع السيرفيسز وشون أكو بعضها تحتاج إلى عمليات جدا متقدمة في البري تريتمنت وبعضها يتضمن عمليات بسيطة. وأيضا قلنا أنه بعض عمليات المين تريتمنت هي أوردي بري تريتمنت وهي أوردي بوست تريتمنت. فأدعوكم يعني دائما تنتبه على هذه التفاصيل أنه هل هذه تتضمن الأولى أو الثانية أو الثالثة
أو مجموعهن أو قد يكون اثنين من عدهن إلى آخره. شكرا لحسن استماعكم، شكرا لكل ما قدمته خلال الثلاث محاضرات الماضية. حقيقة يعني تلفتون الانتباه أنه تستوعبون الدرس، وأيضا تكونون يعني جزء أساسي من الحوار اللي يحدث داخل الدرس. إن شاء الله نلتقيكم في محاضرات لاحقة بإذن الله. تحياتي.